مشاهدي قناة مصر الزراعية، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم الحصاد. نبدأها كما هي العادة بعناوين الأخبار. السيسي يضع أكاليل للزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين عبد الناصر والسادات. أربعة وخمسون قاعدة مجهزة لمسح واستكشاف الجراد مع اقتراب الموسم الشتوي. مئة وثمانية وثلاثون حالة وفاة من الحجاج المصريين وستة وتسعون مفقودا. السعودية ترحل 23 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة. مشاهدينا اهلا بحضراتكم من جديد، كانت هذه هي العناوين، اما التفاصيل فنتعرف عليها ونبداها من هذا الخبر. السيسي يضع اكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين عبد الناصر والسادات. الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه يرافقه الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحه. قاموا بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وكما قاموا بقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء الأبرار، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، ووضع الرئيس السيسي إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وقرأ الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. كل عام وحضراتكم بخير، بنحتفل طبعا في هذه الأيام وفي هذا الشهر بهذا النصر المؤزر الذي انتقلنا فيه من اليأس إلى الرجاء وعبرنا فيه بالفعل بقوة الإيمان والإرادة التي نرجو أن تتوافر لدينا في هذه الأيام حتى نستطيع أن نعبر هذه الفترة الصعبة وننطلق إلى الأمام بإذن الله. طيب معنا تليفون؟ طيب إلى الخبر الذي يليه. السيسي يرحب بالسبسي ويؤكد حريصون على تطوير العلاقات مع تونس. رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره التونسي الباجي قائد السبسي الذي وصل القاهرة في أول زيارة رسمية إلى مصر. وقال الرئيس السيسي للرئيس التونسي: أرحب بكم في أول زيارة رسمية تقومون بها إلى القاهرة، وأؤكد على خصوصية العلاقة بين البلدين وحرصنا على تطوير العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب لتحقيق تطلعات الشعبين. وأشاد الرئيس السيسي بالنتائج الإيجابية للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي عقدت في تونس وأسفرت عن 16 مذكرة تفاهم، مشيرا إلى اتفاقه مع الرئيس التونسي للعمل على دخول هذه الاتفاقات حيز التنفيذ. معنا على الهاتف من أجل مزيد من التفاصيل حول هذا الخبر الدكتور شريف الدمرداش أستاذ العلاقات الدولية. أهلا بحضرتك دكتور شريف. أهلا يا فندم. دكتور شريف، يعني طبعا بعد وصول السبسي إلى الحكم اختلف المشهد واختلف الأمر وأصبحت العلاقات تسير بشكل أفضل بكثير بين مصر وتونس، يعني توقيت الزيارة وماذا يرمز إليه حضور السبسي اليوم للعرض العسكري الذي أقيم في الكلية الحربية كضيف شرف؟ طبعا العلاقات المصرية التونسية كانت تعرضت لمرحلة من الفتور في اعقاب وصول جماعه الاخوان للحكم في تونس وفي مصر. وطوال الفتره من 2011 لغايه 2015 العلاقات كانت يعني شبه علاقات دون المستوى المطلوب. طبعا كان في زياره للسيد المهندس ابراهيم محلب رئيس وزراء مصر السابق منذ بضعه شهور الى تونس، كانت زياره لكسر جليد ولإعادة العلاقات المصرية التونسية إلى مسارها الطبيعي. والزيارة دي كانت زيارة مهمة جدا، حتى حضرتك تتذكري حتى بعد ما يعني نشبها من مشكلة اللي حصلت في المؤتمر الصحفي، ولكن في النهاية كانت دي الزيارة التمهيدية لزيارة الرئيس السبسي إلى مصر. طبعا الرئيس السبسي من الطيار اللي هو المعتدل اللي يقيم ويثمن دور مصر، وطبعا حضور النهارده العرض العسكري وكلمته عن الانتصار المصري الذي عاد الى العرب كرامتهم
انتصار اكتوبر 73، ده الخط السياسي الطبيعي اللي كان يميز العلاقات الثنائيه المصريه التونسيه المتميزه. مصر وتونس كانت تربطهم علاقات متميزه عبر التاريخ منذ استقلال تونس وفتره حكم الحبيب بورقيبه وبعد علي زين العابدين، علاقات ثنائيه ممتازه، علاقات من الطراز الاول. واعتقد ان الزياره دي بتعكس تصميم الحكومتين على استعاده هذا النمط من العلاقات المتميزه. مستقبل العلاقات حضرتك كيف تراه؟ يعني احنا ان شاء الله داخلين على انتخابات برلمانيه، العمليه السياسيه عندنا يعني تتجه للافضل، لكن طبعا الاخوان ما زالوا موجودين في المشهد في تونس ويشاركون بكل تاكيد في قياده المشهد السياسي، هل هناك مستقبل افضل للعلاقات قادم خاصه في ظل وجود توترات في الدول الاخرى العربيه ونحن بحاجه الى لم الشمل في هذه الايام؟ طبعا العلاقات المصريه التونسيه المستقبل لها في تحسن وازدياد. حضرتك التجربة اللي خاضتها تونس فترة الإخوان، تونس كنت أراهن دائما على أنها أنا شخصيا الدولة الأولى اللي هتخرج من هذا الاختبار الصعب، لأن تونس دولة لديها ما تخسره، دولة حققت معدلات من التنمية والتقدم اللي هو صعب أنها تتنازل عنه. يعني أنا كنت دائما متفائل بعودة النظام التونسي إلى أصوله المعتدلة، وأن تجربة الإخوان في تونس كانت تجربة طارئة لن تستمر، لأن الواقع الحضاري التونسي يلفظ هذه الحركات الانغلاقية الانعزالية التي تعود لمجتمع زي تونس نتيجة ارتباطه وتأثره بالمجتمع الفرنسي. كان مجتمع متقدم سواء من ناحية تعليمية، من ناحية ثقافية، من ناحية حاجات كثيرة، التصنيع، السياحة، مجتمع سياحي بالدرجة الأولى. تونس كانت الدولة السياحية الثانية في العالم العربي، وبالتالي حضرتك كان يصعب ان حضرتك تعودي لهذا المجتمع الى الوراء. ولهذا حضرتك مهما كان في بعض تواجد الاخوان في المشهد السياسي في تونس يشبه تواجد الاخوان في المشهد السياسي المصري الحالي، غير مؤثر، فقدوا ارضيتهم، فقدوا مصداقيتهم في كل مكان في العالم العربي. أشكر حضرتك دكتور شريف الدبرداش أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك، وبنستتبع أخبارنا ونستكملها معا. رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مع البنك الدولي لتمويل خدمات الصرف الصحي. شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد مراسم التوقيع على اتفاق بين مصر والبنك الدولي لتمويل برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة، الدقهلية والشرقية بقيمة 550 مليون دولار، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان. صرح سفير حسام القويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن البرنامج الموقع هو جزء من المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى، ويأتي في إطار جهود الحكومة لرفع كفاءة خدمات الصرف الصحي في القرى والمناطق النائية. طبعا احنا بحاجة شديدة جدا ان احنا يعني ننمي موضوع الصرف الصحي عندنا، ولا صح ابدا ان احنا نكون في 2015 ولسه كم هائل من القرى المصريه محروم تمام من الصرف الصحي. حول هذا الخبر معنا على الهاتف الاستاذ عزت شعبان مدير تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. استاذ عزت اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. مساء النور يا فندم، واحنا طبعا في حاجه الى مثل هذه المشروعات، لانه لا يصح باي حال من الاحوال ان مصر يعني يكون فيها قرى محرومه من الصرف الصحي حتى الان واحنا في 2015، فعاوزين نعرف من حضرتك يعني مزيد من التفاصيل حول هذا المشروع، كلفته والجهات المشاركه فيه. هو الحقيقه يعني هذا المشروع يتضمن التوقيع على قرض مع صندوق النقد الدولي بما قيمته 550 مليون دولار لتقديم خدمات الصرف الصحي المستدامة، بمعنى إقامة مشروعات مستقبلية للمناطق الريفية في عدد من المحافظات منها البحيرة، الدقهلية، الشرقية. يعني الحقيقة هذا المشروع مشروع طال انتظاره، خاصة وإنه لدينا مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالصرف الصحي في عدد من المحافظات. وهذا القرض قد يكون طوق النجاة لمثل هذه المشروعات.
خصوصا في ظل اطار او في اطار جهود الحكومه لرفع كفاءه الخدمات الصرف الصحي في عدد من القرى والمناطق النائيه. طب يعني لماذا تم اختيار هذه المحافظات؟ هل هي اكثر المحافظات مثلا حرمانا من خدمات الصرف الصحي، ولا ليه تم الاستقرار على الثلاث يعني محافظات دول البدايه بيهم؟ لا، هو في الحقيقه هو الحكومه وضعت بالفعل خطه لمد الصرف الصحي في كافه المناطق المحرومه، وهذه المحافظات من اكثر المحافظات التي تعاني من مشكله الصرف الصحي، لذلك تم اعطائها الاولويه، رغم ان هناك بعض القرى الاخرى في محافظات الصعيد التي ايضا تعاني من هذه المشكله، ولكن تم وضع هذه القرى على راس الاولويات، خاصه وانها تعاني بالفعل من مشكلات الصرف الصحي، وايضا مشكلات المتعلقه ب اختلاط احيانا مياه الصرف الصحي مع المياه العذبه، وفي نفس الوقت لابد عندما تمدي خطوط المياه العذبه في بعض القرى لابد ان يترافق مع ذلك مد شبكات الصرف الصحي حتى تقوم بخدمه هذا الامر. طيب دلوقتي يعني احيانا كثيره جدا بيكون هناك مثل هذه المشروعات وبعد فتره بتتلف يعني عدم الدقه في التنفيذ، فنحب نعرف هل واضح حتى الان من سيتولى تنفيذ هذه المشروعات؟ من سيتولى ادارتها والاشراف عليها؟ طبعا من سيقوم بتنفيذ هذه المشروعات هي شركات المقاولات المصريه، وسيتم تنفيذ هذا المشروع في حوالي 155 قريه عدد سكانها يقارب المليون نسمه، ومن سيقوم بتنفيذ هذه الخطوط ستكون شركات المقاولات المصريه، خاصه وان هذه الشركات لها الحقيقه لها خبرات كبيره في مد المرافق مثل هذه المشروعات في مشروعات سابقه. لكن فهمت من كلام حضرتك ان دي يعني مرحله اوليه يستتبعها مراحل اخرى ربما بقروض اخرى لنفس هذا الغرض، وهو غرض يعني مد شبكات الصرف الصحي. بكل تاكيد الحكومه وضعت خطه شامله لمد خدمات الصرف الصحي لاكثر من 800 قريه، هذه مرحله اولى تشمل 155 قريه، يتبعها برامج اخرى. بكل تأكيد هذا المشروع هو بداية لتغطية أغلب قرى مصر بخدمات الصرف الصحي. شكرا جزيلا أستاذ عزت شعبان مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. وبنستتبع هذه الأخبار ونكملها ونذهب إلى موسم الجراد اللي كتير جدا بيأتي على محصلنا لو لم يتم معالجته والاستعداد له بالشكل الجيد، لذلك 54 قاعدة مجهزة لمسح واستكشاف الجراد مع اقتراب الموسم الشتوي. أكد المهندس أشرف عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، أكد أن الإدارة بدأت خططها الاستباقية في المسح واستكشاف الجراد الصحراوية على الحدود المصرية كإجراء احترازي تحسبا لأي هجوم جراد طارئ على الزراعات المصرية، خاصة مع اقتراب بداية الموسم الشتوي لكونه الأكثر خطورة وتكاثرا في الشتاء. وأضاف مدير مكافحة الجراد أنه لا يوجد 54 قاعدة للجراد في مصر مجهزة بكافة المعدات للمكافحة سواء بالمبيدات أو الآلات أو السيارات، فضلا عن المتابعة المستمرة مع مخابرات حرس الحدود واللجان المتواجدة على الحدود وتنظيم حملات مرورية على مناطق الصحراء الشرقية الجنوبية والغربية الجنوبية وحتى الحدود السودانية لإجراء عمليات المسح البيئي واستكشاف حوريات الجراد الناتجة عن متبقيات المكافحة. طبعا ده شيء مهم جدا واحنا بنعدله العده، ولابد ان احنا نستعد ليه، لانه يعني زي ما شفتوا حضراتكم كده دلوقتي مثلا لما بنتكلم عن غلاء الاسعار بيقولوا ان المعروض قليل وقله المعروض نتيجه لارتفاع درجات الحراره ادت لارتفاع السعر، مش عايزين ده يعني يتكرر لاسباب اخرى زي ان الجراد مثلا ياتي على بعض المحاصيل ويفسدها وبالتالي ترتفع اسعار هذه المحاصيل وتكون العاقبه وخيمه على المواطن محدود الدخل اللي خلاص بقى محاصر من كل مكان سواء الضرائب او فاتورة الكهرباء أو غيرها من الأشياء زي مثلا الدروس الخصوصية اللي هتبتدي مع العام الجديد.
هنحاول نجري اتصال لمعرفة مزيد من التفاصيل وننتقل إلى الخبر التالي. وطبعا كلنا كنا متابعين يعني ما نتج عن حادث منى، حادث التصادم المؤلم والمؤسف في منى في المملكة العربية السعودية في موسم الحج، واللي في البداية قالوا أنه أسفر عن عدد كبير جدا من الحالات المفقودين المصريين، وكان عدد الحالات الوفاة قليلة، لكن مع الوقت وتدريجيا ظهر أن احنا لينا نصيب كبير جدا يكاد يكون نصيب الأسد، احنا والدولة الإيرانية، فيما يتعلق بعدد المتوفين جراء التصادم في هذا الحادث. يعني أعداد كبيرة جدا مصرية بكل أسف لقيت حتفها في هذا المكان، ربنا يرحمهم ويغفر لهم. وده بيتطلب مننا طبعا أن احنا زي ما بنقول نحن بنساند المملكة العربية السعودية، لكن أيضا بنطالب بتحقيق يظهر نتائج علشان نعرف ولادنا توفوا إزاي. 138 حالة وفاة من الحجاج المصريين و96 مفقودا. قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن آخر بيانات أكدت أن عدد الوفيات المصريين في الحج بلغت 138 حالة وفاة، وسيتم نشر الأسماء اليوم، موضحا أن عدد المفقودين انخفض حيث تم العثور على 3 جثث من التضامن، ووصل عدد المفقودين ل 96 حالة. وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر هيئة الاستثمار أن حصر التأشيرات الفردية ينبغ أن تتم من خلال جنبغي أن يتم من خلال جهة أو شركة في المستقبل، وسيتم التأكيد عليه في الاجتماع الخاص باللجنة العليا للحج خلال الأسبوع الجاري، موضحا أنه يتم التواصل مع السلطات السعودية وسيتم إعلان نتائج التحقيقات بالتنسيق مع الجانب السعودي. ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالرعاية لأهالي الحجاج المتوفين والمفقودين فإنه يتم بذل أقصى جهدهم لطمأنة الأهالي على أقاربهم. طبعا يعني كل واحد عاوز يعرف يعني ابوه امه ابنه مراته توفى فين ودفن فين، يعني طبعا كلهم بيدفنوا في ارض كريمه وشريفه، ونتمنى يعني ان نلحق بهم على كل خير، لكن طمأنة الاقارب ده شيء مهم جدا، حتى لو تم تعويضهم بالملايين، لكن الملايين يعني مش كفايه لاي واحد فقد حبيبه وعزيز عليه. نروح للاستكشافات البترولية الجديدة واللي يا رب تكون أمل مصر في الفترة اللي جاية، وهناك 5 اتفاقات للاستكشاف البترولي بصعيد مصر باستثمارات 100 مليون دولار. اختتمت اليوم الأحد أعمال منتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج في جنوب مصر والبحر الأحمر الذي نظمته الجمعية المصرية للبحث عن البترول بمحافظة الأقصر. وصرح الجيولوجي أبو بكر إبراهيم رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول إنه تم وضع خطة طموحة من أجل توفير وتجميع المعلومات الجيوفيزيقية عن مناطق الجنوب والبحر الأحمر لتشجيع عمليات الاستكشاف في هذه المناطق البكر، مشيرا إلى أن هناك 5 اتفاقات جديدة نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة التي طرحتها الشركة، وستم توقيعها فور الانتهاء من مرحلة الإجراءات، وتقدر استثماراتها بأكثر من 100 مليون دولار كحد أدنى و3.7 مليون دولار منح توقيع لحفر 16 بئرا جديدة. وأضاف أن هناك خطة طموحة تستهدف رفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمحافظات الصعيد لتصل إلى 193 ألف وحدة خلال العام المالي الحالي، لافتا إلى أن عدد محطات الوقود والخدمة التابعة لشركة نيل للبترول بلغ 53 محطة، وأنه ستتم إضافة 22 محطة جديدة في إطار زيادة منافذ توزيع المنتجات البترولية بصعيد مصر. طبعا ده كله في صالح المواطن المصري، اذا كان الغاز واستكشافات الغاز هتساهم في توفير الغاز للمنازل فده خير وبركه، اذا كان لسه عندنا محطات كهرباء بتدار بالغاز، بكل اسف لسه في كتير من المحطات بتدار بالغاز، ده هيساعدنا، ده شيء هايل ومحمود جدا، ونتمنى استمرار، وان شاء الله ربنا يكرم مصر بخيرات كتيره من عنده باذن الله. طيب طبعا احنا كنا في الحلقه اللي فاتت يعني استضافنا ضيوف اعزاء كلمونا عن التعديات على الاراضي الزراعيه وعلى جهود وزاره الزراعه في التصدي لهذه التعديات. مزيد من الاخبار عن التعديات معنا في هذه الفقره الاخباريه. ارتفاع التعديات ل 61 الف فدان و5 محافظات تحتل المرتبه الاولى. قال المهندس سيد عطيه
رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي إن آخر تقرير صادر بشأن التعديات على الأراضي الزراعية كشف ارتفاع التعديات على الأراضي الزراعية الخصبة لمليون وثلاثمائة وواحد وتسعين ألف حالة على مساحة بلغت 61,081 فدان من الأراضي الخصبة سواء بالبناء أو التجريف أو التشوين، موضحا أنه تم إزالة 243 ألف حالة على مساحة 13,873 فدانا منذ الثورة وحتى الآن، وذلك من إجمالي المساحات المتعدى عليها. وأكد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن أعلى نسبة تعديات في خمس محافظات منها البحيرة، المنوفية، الغربية، القليوبية والشرقية، وأن أعلى نسبة إزالة في المنيا والشرقية والقليوبية وأسيوط والدقهلية. نتمنى طبعا أن احنا نقدر يعني نقاوم كل هذه التعديات، لأن كل ما بنقاوم للأسف بيحصل تعديات جديدة. طول ما القانون مش قوي، طول ما فيش يعني مساعدة أمنية قوية وتجاوب من الحي ومن التنمية المحلية مع وزارة الزراعة، مش هنقدر نلاحق على كل هذه التعديات اللي بنرجو أن احنا فعلا نقدر عليها، ونقدر عليها من خلال القوانين بنحاول ان شاء الله تطرح في مجلس الشعب القادم عن الارتفاع الرأسي وعن الظهير الصحراوي وغيرها، باللي ممكن يحل مشاكل الفلاحين ويمنعهم من التعدي على اراضيهم واراضينا. 2,600,000 قطعه ادوات مدرسيه مغشوشه بالازبكيه. نجحت الإدارة العامة لمباحث التموين في ضبط 2,628,000 قطعة أدوات مدرسية ومكتبية مقلدة غير مطابقة للمواصفات القياسية لدى بعض المحلات التجارية بمنطقة الأزبكية، وهي عبارة عن كراسات، كشكول، أقلام، أستيكات واستيكارات، آلة حاسبة، براية مجهولة، وتحمل كلها بعض الماركات العالمية والأنواع غير الحقيقية. وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالة أصحابها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، حيث يعد ذلك المرة الثالثة خلال أسبوع بعدما تم ضبط كميات كبيرة أيضا مقلدة بالفجالة والأزبكية. وأكد الدكتور محمود العشيري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين أنه تم وضع خطة وتشكيل مجموعة عمل بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بمديرية الأمن للتأكد من توافر جميع السلع والأدوات المكتبية بالأسواق وعدم التلاعب بالمنتجات المعروضة. يعني الغش طال كل شيء، حتى الكراسات والكشاكيل، يعني بقى شيء يعني يثير الاشمئزاز بجد. ونتمنى يا رب ان احنا نخلص من هذه الآفة. الغش استشرى، وده يحتاج لتطبيق قانون حازم وصارم علشان الناس تعدل من سلوكياتها. كل المصريين دول لما بيسافروا في اي منطقة في العالم بيحترموا القوانين وما يقدروش يخالفوا الاشارة مرور، ولا يرموا حاجة في الشارع، ولا يشربوا سيجارة في مكان غير مصرح به، ولا يغشوا كراسات وكشاكيل. فاتمنى انه يعني القوانين اللي بتطبق بصرامة في الخارج تطبق عليهم في الداخل، وتدفعهم لاحترام القوانين بالقوة الأول حتى يعتادوا ذلك يعني بالنهاية. ارتفاع المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية ل 4.3 مليون فدان بالمحافظات. كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشؤون المديريات التابعة لوزارة الزراعة بشأن زراعة المحاصيل الصيفية، كشف عن ارتفاع المساحات المنزرعة إلى ما يقرب من 4,300,000 فدان، منها مساحات منزرعة بالأرز 1,216,000، والذرة الشامية 2,545,000 فدان، منها ذرة بيضاء 2,106,000، وذرة صفراء 439,450 فدان. وأكد تقرير شؤون المديريات الزراعية ارتفاع المساحات المزرعة أيضا بالمحاصيل الصيفية من السمسم والفول الصويا وعباد الشمس والذرة الرفيعة والبصل ل 726,000 فدان، وجاري الحصر النهائي للمساحات المزرعة بمحافظات الجمهورية. وأوضح أيضا أن الموسم الصيفي شهد توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وخاصة المقررات السمادية للمساحات المستهدف زراعتها من المحاصيل الزراعية الصيفية. طيب، كل عام وحضراتكم بخير. ويعني ارتفاع المساحات ده دليل كويس انه ان شاء الله الموضوع هيكون متوفر والبضاعة هتكون متوفرة، ومع ذلك برضو الأسعار غالية، فاحنا مش عارفين ليه. إذا كنا بنتكلم عن قلة المعروض، إزاي قلة معروض واحنا عندنا إنتاج بيعلى لأن الأرض اتزرعت بشكل أكبر
معضلة وديلاما دايما ما بنعرفش نحلها. السعودية ترحل 23 مصريا لمخالفتهم شروط الإقامة. وصل مطار القاهرة الدولي 23 مصريا قامت السلطات السعودية بترحيلهم من أراضيها، كانت ألقت القبض عليهم الأسبوع الماضي ضمن حملات مكثفة على مخالفي شروط الإقامة فيها. كان المخالفون يحملون وثائق سفر صادرة من القنصلية المصرية في جدة بعد فقد جوازات سفرهم، وتبين من التحقيق معهم حدوث خلافات بينهم والكفلاء الذين يعملون لديهم دفعتهم للهروب بحثا عن عمل في أماكن أخرى، حتى تم القبض عليهم ضمن حملات على مخالفي شروط الإقامة بالمملكة، وتم التأكد من بيانات المرحلين قبل السماح لهم بالخروج من صالة الوصول إلى منازلهم. طبعا في اجراءات امنيه مشدده دلوقتي لان في اشتباه في ناس كتيره، الاعمال الارهابيه في كل مكان في الوطن العربي، وبالتالي من حق كل دوله انها تفرض ما تشاء من القوانين للدفاع عن نفسها. لكن احنا كنا سمعنا عن ان نظام الكفيل ده سيتم الغائه بين الدول العربيه الصديقه والشقيقه، احنا بيننا وبين الامارات وبين السعوديه وبين الكويت والبحرين علاقات جيده وهم اشقائنا، فلماذا لم يتم يعني الغاء هذا النظام، نظام الكفيل، حتى نستطيع التحرك بشكل اكثر حريه؟ ده تساؤل بيطرح نفسه. لكن مع طبعا وقوفنا الى جانب كل الدول في حقها في الدفاع عن اراضيها وسلامتها، حتى لو ده بترحيل المخالفين، لان ده هو القانون. كلنا بنتابع بعض الاعلانات المستفزه اللي بتكون مخالفه للعادات والتقاليد المنزليه، واحيانا بيكون المواطن له دور في الابلاغ عنها، وجهاز حمايه المستهلك مشكورا بكل دور في وقف هذه الاعلانات في كتير من الاحيان. حماية المستهلك يوقف بس إعلان شركة محمول لتحريضه على العنف ضد الأبناء. أعلن اللواء عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أن الجهاز قرر وقف بث إعلان إحدى شركات المحمول الذي يعرض على عدد من القنوات الفضائية نظرا لانتهاكه الكرامة الشخصية وترسيخه لمعايير تربوية خاطئة من خلال تصويره لأب يصفع ابنه وهو على فراش المرض لطلبه شريحة الشركة غير المستخدمة للحصول على عرض الشركة، وذلك لإعادة تشغيل خطوطها القديمة. وقال اللواء يعقوب إن الجهاز تلقى العديد من شكاوى المواطنين عن هذا الإعلان، وتم تسجيل بث الإعلان على الفضائيات المختلفة من خلال المرصد الإعلامي بالجهاز، وبمراجعة المادة الإعلانية تبين أنها تخالف المواصفة القياسية للإعلان رقم 4841 لسنة 2005 من حيث حق المستهلك في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، كما أن الإعلان يحرض على العنف الجسدي والبغض والكراهية وينتهك حقوق الأبناء ويشجع تعدي الآباء على أبنائهم بالضرب. وانا من جهه دي شايفه ان الاعلان ده الحقيقه بيشجع على انتهاك الابناء لحقوق الاباء، لما الابن يكون كل همه وابوه على سرير المرض وهو معرض للموت ان يحصل على شريحه المحمول. فزي ما بنحافظ على حقوق الابناء فلنحافظ على حقوق الاباء ايضا، ولا نطالبهم على سرير المرض بشريحه المحمول. بهذا الخبر الطريف نكون قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية، وبعد الفاصل هنستكمل حلقتنا ولقاءاتنا على الهواء. النهاردة كما هي العادة عندنا لقاءين، لقاء هنتكلم فيه عن سلامة الغذاء، وهنتكلم مع دكتورة أمل البسطويسي أستاذ تصنيع الحاصلات البستانية بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة. هنتكلم عن التصنيع الزراعي وعن سلامة الغذاء وهي الشروط، خاصة بعد ما سمعنا عن كثير من فساد بعض العبوات في الأسواق نتيجة لسوء التخزين أو لأسباب أخرى ممكن تؤثر على صحة المستهلك. وهيكون لنا فقرة أخرى عن الأمراض الوبائية اللي بتصيب الثروة الحيوانية وكيفية الوقاية منها، وده مع الدكتور خالد موسى مدير عام الوقاية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة. فابقوا معنا وهذين اللقاءين بعد الفاصل.